السلام عليكم. انا جيت من المانيا ان شاء الله، جيت مع دانيال غنلعب ان شاء الله اليوم السبت هنا في ابو ظبي. فرحنا بزاف نلعبوا اول مره كنلعبوا هنايا، فلعبنا بزاف في اي دوله في العالم، ولكن هنا في ابو ظبي اول مره. وان شاء الله تكون مقابله ان شاء الله صحيحه، هو وجد راسه مزيان ان شاء الله يكون خير. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني ما نقول نحن ختامها مسك، وفعلا كان يعني بطولة على مستوى، يعني رغم ضيق الوقت ولكن أداء البطولة كان متميز. كان الروح يعني أحلى ما في البطولة هي الروح الرياضية، وخاصة في رمضان. يعني عجبنا كم يعني بعض المشاهدين كانوا عندما رأوا يعني الملاكم يقع لأخوه ويرجع ثاني مرة ويقبله، بعض الجمهور بكى، تأثر من المشهد، تأثر من وخاصة أبنائنا الصغار الإماراتيين يعني تأثروا حقيقة، يعني شافوا الروح الرياضية يعني بدأت تعيد روحها، وخاصة الروح الرياضية العربية.